خميس المهجري في كلمتين. من الناحية العلمية أي متخصص شرعي ما زال يحصل على الدكتوراه يمكن عنده 3 شهور ورقة المال اللي فاتت ولا الضوء اللي فاتت. حتى أنت قبله دكتور؟ لا لا مش هذا القصد. هو حتى أكبر في السن يعني، وهو ضحية من ضحايا الغنوشي طبعا الذي وشى به إلى المخابرات الفرنسية وقتها تيار بريطانيا. هو نحسبه أي أي هني قلت لك، ولكن متشدد متشدد أي يعني متشدد واضح به. سيف الدين مخلوف، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. سيف الدين مخلوف، قل أعوذ برب الناس ملك الناس. يشكي بيك راهو هكا يا أخي، نقرأ في سورة يشكي بيا برا باش نسك نقرأ سورة الجن ويشكي بيا مالا يا عجبكش زادة تو. ما تحبش تقول عليه كلمة؟ لا ما لا يستحق، لا لا يرتقي إلى طراز الرفيع في البيان والبديع والمعاني. واضح. السورة اللي بعد له لحبيب بورقيبة الرئيس إشبيل توا قاعد باني الدولة التونسية. أي وين الحبيب بورقيبة هكا في القبر نتاعو؟ زرت القبر نتاعو؟ ينعم بورقيبة ما تنجمش تحكي عليه في كلمتين. بورقيبة من الناحية العلمية حكيت عليه راهو قبيلة. أنا نحب توا عندكش معاه حاجة تحب تقولها؟ هاني قلت لك سألتني 4 مرات بصيغة صيغة مختلفة، خلينا نجاوبك في جملة. أي بورقيبة قيمة وقامة علمية وفكرية، كان جريئا في مواقف لم يتجرأ فيها أحد من قبله. واضح. بورقيبة الجرأة، بورقيبة جريء جدا. واضح. وقبل الختام وقبل ما نختم مع سارة باش نستقبل لانفيتي ماسكيت توا ووسيم يطلع يغني ونختم مع سارة. حذر شنو باش تختم سارة؟ يلا لانفيتي ماسكي يعطيوني وصارت أحلى. لنتاتي اقوى، اعطيوني اقوى 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 اقوى. يلا تفضل.
ربي اخ تعرفوا عليه عاد تعرفوا عليه ربي يسود يلا شبل من ذاك الاسد مرحبا على البقوس هذا بصراحه ما يشبه لكش الحمد لله صراحه يشبه للدكتور ما يشبهش هي ما حتى الدكتور ما شاء الله عليه عاد انا والدكتور نشبهوا لبعضنا بس خويا خويا مرحبا والله العظيم يلا هذا مرحبا عسلامة قدم لي روحك مهاجر بن حامد مهاجر بن حامد بالله اسم محلاه تصيغة كبيرة مهاجر ابن الدكتور محمد الفتي مهاجر بن حامد باك سني باك باك ليتر باك ليتر اخترت الليتر في الزمن هذا فما شكون يختار لي لازم انت قلت له مشي ليتر لا لا هو عنده امكانيات في كل شيء ما شاء الله بالحق هذا كل شيء متفوق فيها يعني اي برافو برافو نسألك في كلمتين على بوك الدكتور محمد الهنتاتي تعبك في حاجة فيش يتعبك فيش يتعبك هنا متعبني حصة عديدة اليوم تعبت انت فيش يتعبك يا ابو هاجر في الاختيار الآراء ساعات نختلفوا في الآراء تختلفوا في الآراء آراء مال زوز أجيال مختلفة طبعا ساعات تقتنع بكلامه وساعات ليه ما يقنعكش وكي ما يقنعكش في كلامه شو تعمل مهاجر ابن الدكتور هو يحترم رأي ونحترم رأي هو يحترم رأي ونحترم رأي يخليك تتشبث برأيك رغم هو يرى الوجهة الصحيحة مش هذيك كأب معناتها كأب الوجهة هذيك به دونك يخلي لك آرائك شو أهم ميزة فيه؟ بصراحة الميزة اللي تعجبك في بوك يحبني أكثر من روحه يحبني أكثر من روحه يا عيني هذيك مش تعرف يا مهاجر مش تعرف قيمتها يحبك أكثر من روحه هذاك مستعد يضحي بروحه وبنفسه على خاطر أولاده تحية كبيرة الدكتور محمد الهنفاتي الأب طبعا